رجل نظم الشعر تكسباً فأثرى، وعندما بلغ 70 كان قد سجن وصودر جميع أملاكه، وقصر بعد أن كان من عجائب الدنيا تحول من أوج إلى هلاك ودمار. صبور شجاع ذو إرادة قوية تماماً كذاك القصر، رغم ما حل بهما من مصائب كلاهما تحول من نقيض إلى نقيض، تحولا تحولاً مدمراً، ولكنهما لم ينحنيا تحت أعباء الدهر وثقله. ما ذاك الرجل الشاعر سوى البحتري؟ وما ذاك القصر سوى إيوان كسرى الذي استحضر البحتري ماضيه متخيلاً أيام مجده، وقد تحول الحال به من عز إلى مذلة. وقف البحتري ذات يوم من القرن الهجري الثالث باكياً في سينيته المشهورة أطلال العز، التي تحولت من حال السرور والنعيم إلى حال من الخراب، واصفاً إيوان كسرى طاق كسرى الأثر الباقي من أحد قصور كسرى أنوشيروان. يمكنك أن تجد الطاق جنوب مدينة بغداد على مسافة 40 كيلومتراً منها، في موقع مدينة يعود تاريخها إلى 5000 عام، حملت عدة أسماء، فهي طيسفون بالفارسية، أي المدينة البيضاء، والأبيض هو اللون المفضل لدى الديانة المجوسية. وسماها العرب بالمدائن لأنهم وجدوا فيها 7 أو 8 مدن، بين كل منها مسافة قصيرة. كانت المدائن حاضرة من حواضر الدنيا، سكنها الإسكندر المقدوني، وشيد على مقربة منها بلدة عرفت بالرومية، وأصبحت فيما بعد واحدة من مدن المدائن. وأخيراً سميت سلمان باك لوجود ضريح الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه فيها. سكنها الأكاسرة الذين شيدوا القصور واعتنوا بها. كانت عاصمة شتوية للساسانيين، واختيارها عاصمة لأعظم الدول في ذلك الزمن لم يكن عشوائياً، فمن الناحية الاستراتيجية كانت محمية بمانع طبيعي من جهة الشرق هو نهر دجلة، الذي وفر المياه اللازمة لإنشاء تجمعات سكانية. أبرز معالم المنطقة القصر الذي بناه شابور الأول عام 241 للميلاد، والذي يعرف بقصر كسرى، وهو يحتوي على أشهر طاق أو إيوان في التاريخ، طاق كسرى. تم البدء ببناء الإيوان في عهد أنوشيروان بعد الحملة العسكرية على البيزنطيين عام 540 للميلاد. يتكون الإيوان من جزئين رئيسيين، المبنى نفسه والقوس الذي بجانبه. يبلغ ارتفاع القوس 37 متراً وعرضه 26 متراً، فيما يرتفع المبنى 50 متراً، ويعتبر من أعظم أبنية عصره. الإيوان كان يغطي قاعة استقبال واجتماعات إمبراطور الفرس، بل إن عرشه كان تحت الطاق مباشرة. استخدمت أساليب البناء التي كانت شائعة في بلاد الرافدين في تشييده، حيث كان يتم ترتيب الطابوق، وهو الطوب المصنوع من الطين بنسق خاص يمنح الهيكل قوة كبيرة ودون استخدام صقالات أو خشب أو حديد. الطاق الذي كان جزءاً من القصر الأبيض تهدمت جدرانه واندكت، وهناك أكوام من الأنقاض منتشرة على مسافة 100 أمتار منه. ورغم ذلك فإن ما تبقى من البناء يدل على عظمة القصر عندما كان شاخصاً في عهده الغابر. يطل الإيوان على الشرق، وله 3 أبواب، واحد من اليمين والآخر على اليسار، وكلاهما قرب فتحة الإيوان، أما الثالث فيقع قرب الجدار الغربي. وإلى يسار الإيوان هناك حائط شاهق يعلو حتى قمة الطاق، وقد تم إسناد هذا الحائط بمسند من الآجر والإسمنت مؤخراً لحمايته من الانهيار.
أما بالنسبة للحائط الذي كان قائماً إلى الجانب الأيمن من الإيوان فقد تهدم عام 1887 للميلاد بفعل فيضان دجلة. بعثات التنقيب الأجنبية كشفت الكثير من أسرار هذا القصر، منها أن مساحة المدينة كانت تبلغ نحو 3 كيلومترات مربعة، كما تم الكشف عن أبنية مختلفة وسور المدينة وحددت معالم القصر. وقد ظهر بأن القصر كان يتكون من الإيوان الكبير في الوسط وهو قاعة العرش، والتي رسمت على جدرانها معركة أنطاكيا التي دارت بين الروم والفرس، وكان محاطاً بحجرات صغيرة من الشمال والجنوب ملاصقة لجداري الإيوان، وأمامها ردهة طويلة تنتهي بردهة واسعة جداً تقع على محور الإيوان. البناية كلها معقودة بالآجر والجص ومطلية من الداخل بالجص والألوان الزاهية، أما واجهة البناء والتي كانت نحو الشرق فقد كانت مزينة بنقوش جصية وتماثيل رخامية كبيرة. الكثير من المؤرخين تحدثوا عن فسيفساء هذا القصر ونقوشه المطعمة بالذهب والأحجار الكريمة وستائره الحريرية وسجاده النفيس، وأشاروا إلى التماثيل التي كانت تزين واجهات القصر وردهاته، والكتابات التي كانت مسطورة على جدران الإيوان بالأحرف السريانية واللغتين الفهلوية والفارسية. استولى المسلمون على إيوان كسرى عام 637 للميلاد، وتم تحويله في ذلك الوقت إلى مسجد. في الواقع مر بظروف وأحوال عديدة. استحضر البحتري ماضي الإيوان المجيد، وها نحن نستذكر يوم مولد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، يوم تصدع إيوان كسرى، يوم سقط الشرك وعبادة غير الله، يوم خمدت نار كسرى بعد أن كانت متأججة 1000 عام لم تنطفئ خلالها.